يكون معانا سامي العروسي نجم طبعا منتخب تونس وفريق الترجي السابق معانا على شاشه الاهلي في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. بدايه اهلا وسهلا بيك وبرحب بيك طبعا على شاشه النادي الاهلي. اهلا بيك واهلا المتفرجين النادي الاهلي وسيد احمد واهلا المستمعين الكل يعني قبل ما ادخل في الحوار سواء في تونس وسواء في مصر. اهلا وسهلا بيك. وقبل ما ادخل في تفاصيل الحوار انا بشكرك ومتفائل بنشوف عندنا في مصر بنقول عليها بشرة خير التيشيرت الحمراء اللي انت ظاهر بيها معانا على الهواء. انا ما بعرفش. اهلا وسهلا بيك. يعني بدايه خليني اسالك ازاي بتشوف طبعا جماهير تونس منتظره اللقاء، ازاي بتشوف اللقاء اللي هيجمع بين الاهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يوم السبت اللي جاي؟ تقريبا يعني الناس الكل يعني بتفق المقابله دي ما فيهاش يعني ما فيهاش يعني كيفاش نقولها يعني منتصر واضح يعني ما فيهاش الرابح الواضح يعني الفريق القوي معناتها الاقوى من الثاني. مقابله كما قلت انت كبيره، مقابله في حجم يعني فريقين كبار، تاريخ افريقيا الكل يعني موجود في زوز فرق هذوما يعني القاب كبيره للزوز. فريق الترجي يعني عنده قيمته في تونس في افريقيا كما مصر، زاد فريق الاهلي يعني تسمى من الفرق الكبيره في افريقيا من احسن الفرق تقريبا الالقاب الافريقيه. تكون مقابله صعيبه، صعيبه برشا على الزوز فرق، صعيبه نفسانيا، صعيبه تكتيكيا، صعيبه جماهيريا، خاطر الزوز جماهير يعني طالبين الكاس الافريقيه هذيا. باش تكون مقابله كبيره برشا، نستناو في مقابله كبيره. تو نحكيو اون ديتاي شويه يعني تو نحكيو بالجزئيات في الاسئله نتاعك كيفاش باش تكون المقابله هذه. طب خليني اكلمك على مستوى الترجي التونسي الموسم الحالي، هل بتشوف انه مؤهل لتحقيق لقب دوري الابطال؟ يعني شفنا تباين في مستوى الترجي التونسي على مستوى البطولات المحليه وخسارته للكاس طبعا قدام النجم الساحلي، وعلى مستوى قاره افريقيا كان في يمكن معاناه بعد دور المجموعات في التاهل للدور قبل النهائي. مستوى الترجي التونسي هو مستوى يعني كما قلت انت مش واضح، خاطر البطوله التونسيه يعني بطوله ضعيفه، بطوله ما فيهاش فريق يعني يقاوم الترجي. الترجي في البطوله التونسيه هز البطوله تقريبا قبل يعني متهني من اول جورني، الاخر جورني هو في المرتبه الاولى يعني فارق كبير، كان يلعب بالفريق الثاني. الترجي في البطوله ما عندوش لي كونكورونس يعني نقولوا احنا المواجهات الصعيبه اللي تخلي الملاعب يخرج الطاقه نتاعو يخرج المقابلات الكبيره. ولذلك يعني كان محتاج الترجي كان محتاج الفرق كبيره باش ينجم يظهر الامكانيات نتاعو، كان هذا مع فريق الزمالك. عدى مقابله بين الذهاب والاياب كانت مقابله كبيره وظهر الترجي يعني اللي هو عنده لي زيليمون يعني عنده العناصر العناصر والامكانيات الفنيه المتخبيه يعني الكبيره كانت متخبيه ما نجمناش نشوفوها في المقابلات نتاعنا في تونس، ما نجمناش نشوفوها في المقابلات الصغيره. كانت مشكلة الترجي انه كان ديما يواجه فرق يلعبوا الدفاع التالي، يلعبوا الدوك بان سموه احنا الدفاع ال يعني الدفاع المكثف التالي، يعني كان مجبور باش يحل العقده هذه قدامه معناتها الفريق يبدا يلعب 10 التالي، وكان عنده يعني الامكانيات تاعو في الـ في الروتور يعني كما نقولوا احنا في اخر الذهاب. أيوة. الترجي زاد العناصر نتاعو، شرا يعني توغي من بلجيكا، شرا زاد عبد الباسط من زوير الغاني، رجع البدري، حاول ينمي شويه معناتها الهجوم نتاعو وتحسن الترجي. كما قلت انت زاد في المجموعات ترشح، لكن في مقابله اخرانيه مع بلوزداد يعني لقى صعوبات كبيره سيرتو في اللي كان مشى للجزائر في مقابله ظن اللي هو سهله وظن اللي هو باش يرجع بنتيجه ايجابيه من مصر من الجزائر، لكن صار العكس والشباب بلوزداد لعب تكتيك مو لعب يعني تكتيك يعني لعب بالكدا وعرف كيفاش يسكر اللعب ويلعب على الكونتر في بلاده، سجل هدف الاول سجل هدف الثاني في اخر المقابله، صعبت على الترجي.
خليني اسالك على قرار، يعني اعتقد طه ياسين الخنيسي واحد من اكثر المهاجمين المؤثرين ويعتبر قوه ضربه للفريق الترجي، ازاي بتشوف او ايه هو تعليقك على قرار الاتحاد الافريقي بايقاف طه ياسين الخنيسي؟ وهل من وجهه نظرك تعتقد انه خالد عبد الباسط قادر في ظل ان هو يعني انضم حديثا لصفوف الترجي في يناير الماضي، قادر على انه يسد فراغ طه ياسين الخنيسي ويقوم بنفس الدور ولا لا؟ تعرف ان الخميس يعني ما كانش في احسن حالاته. تعرف ان الخميس من اول العام ما كانش يعني اللاعب اللي نقولوا احنا يعني ديسيزيف القدام، مر فترات صعيبه، لذلك الترجي يعني كان مجبور باش يجيب لاعب ثاني، جاب توبي وجاب عبد الباسط في البوست هذيك باش يعاون تعرف ان الخميس لانه مر فتره صعيبه. هنا تعرف ان الخميس بدا يرجع بشويه خاطر الضغط بدا ينقص عليه. نعرف اللي في الاربعه ثلاثه ثلاثه يعني مطالبين ديما بالتسجيل، الترجي ديما مطالب بالتسجيل سيرتو، خاصه يعني اذا كان عندك ثلاثه مهاجمين في الاربعه ثلاثه ثلاثه لازم عندك ثلاثه مهاجمين يعني بيتر، يعني ثلاثه مهاجمين يسجلوا. ايوه فان جال يقول احسن فريق يلعب الاربعه ثلاثه ثلاثه في العالم هو برشلونه في بيريود يعني في فتره معينه او في زمن في فترة معينة، عنده سواريز وعنده ميسي وعنده نيمار، يعني ثلاثة مهاجمين إذا كان توح إذا كان ما يسجلش واحد يسجل الثاني. الترجي مطالب يكون عنده ثلاثة مهاجمين يسجلوا في نفس الوقت، الخنيسي والهوني وكان على اليمين دينا بالمرزوخي. إيه الطريقة الأقرب من وجهة نظرك سامي كابتن سامي الطريقة اللي هيقود بيها معين الشعباني مواجهة النادي الأهلي؟ معين شعبان يلعب طريقة واحدة، يلعب 4 3 3 ما غيرش، معين يلعب الاستحواذ يلعب بس هو بيلعب في مواجهة الأهلي المصري بطل القارة الأفريقية وثالث العالم، يعني هل تتوقع إنه يلجأ لفكرة التأمين ولا متوقع إنه يلعب جيم مفتوح من البداية في محاولة إنه يحسم المواجهة من مباراة رادس؟ لا ال 4 3 3 يعني تنوع، يسمى ال 4 3 3 تروي ثلاثة وسط ميدان يسموه معنا تروي بيفو، يعني ثلاثة وسط ميدان دفاعي، لكن في الوسط الميدان الدفاعي عندك بالرمضان وعندك بالغيث ينجموا يكونوا هما مهاجمين يعني في اللعبه، لكن ديما الاربع ثلاثه ثلاثه نحكيو عليها شويه تاع معين هي الاستحواذ واللعب يعني يخلط يعني كما نقولوا احنا بالاكثر عدد ممكن من قدام. صحيح اذا كان الاهلي وفي الطريقه نتاعو الاربع ثلاثه ثلاثه يلزم يفك الكره الفوق، يعني اذا كان خسرت الكره الاكيليبر يعني نقولوا احنا الدفاع يعني باش ترجع الدافع صعيب برشا خاطر باش تلعب الفوق وباش تلعب باكثر عدد ممكن، تنجم تخلي ثغرات الثاني والثغرات هذه تنجم تقبل بها اهداف. في جمله واحده كابتن سامي، هل بتشوف خالد عبد الباسط قادر على انه يقود هجوم الترجي التونسي او يملى الفراغ اللي خلفه طه ياسين الخنيسي ولا لا؟ وهل تاقلم بالفعل، شايف انه وصل لدرجه تاقلم كبيره مع فرقه الترجي التونسي؟ في المده الاخيره عبد الباسط هو اللي يلعب يعني، لكن احنا محتاجين للزول، لكن عبد الباسط هو اللي قاعد يلعب طويقه في الهجوم والخنيسي على البنك، لكن انا مش نقول مش باش يعوض، لكن نخافوا لو كان عبد الباسط ما يكونش في نهاره يعني. اخطر او اقوى خطوط الترجي التونسي من وجهه نظرك، واضعف الخطوط اللي انت ممكن تكون قلقان منها في مباراه الاهلي والترجي؟ الترجي في الهجوم عنده بالغيث وعنده بالرمضان، عنده بدري، عنده الهوني، عنده عبد الباسط، كان مالي ضرب قوي، لكن الترجي دفاعيا نتصور باش يخلي يعني الاسباس كتير، يعني يخافوا في الكونتر هذيك اللي قاعدين نقبلوا بالاهداف على يعني على المهاجمه المرتده، نخافوا برشا لو كان ما نفكوش الكره الفوق وتوصلنا الكره للدفاع، نخرج الواحد ضد واحد يعني يكونوا تعب برشا، وان شاء الله ما نقبلوش، ان شاء الله نسجلوا. معين الشعباني في مواجهه بيتسو موسيماني، المواجهه الفنيه مين اقدر من وجهه نظرك؟ تقريبا انتم شر شر يعني، انتم نصف موافق على السيناريو ونصف مش موافق كيما نحن الترجي، يعني عندنا نص يعني مع معين وعندنا نص ضد معين خاطر في النتائج الاخيره، لكن تصور اللاعبين هو اللي تحدوا اللعبه تكتيكيا، موسيماني كبير برشا يعني مدرب كبير، عرف كيفاش يوقف سان داونز يعني تكتيكيا، حتى الاستحواذ العقيم خلى سان داونز عنده الاستحواذ العقيم، لكن اذا كان معين ينجم يحل يعني الاهلي تكتيكيا ينجم يربح، وهذاك ان شاء الله اللي نطوروا باش يصير، يعني المقابله باش تكون تكتيكيا كبيره برشا، لانه متفينام باش يشرب يعني كما نقولوا احنا باش ينقص من الاستحواذ تاع الترجي ويرد عقيم، والا باش تكون اهداف. انا نتصور الاهلي لو كان يعرف يخرج بالكره، لو كان كيفك الكره يعرف يخرج بها
نتصور باش يقلق الترجي، لكن لو كان هل تتوقع انه اي من الفرقتين قادر على حسم المواجهه في تونس، ولا لابد من الانتظار للقاء العوده في القاهره؟ اذا كان نجحوا زوز تكتيكيا يعني نتصور الحسم مش يكون في الاياب يعني، اما اذا كان مدرب تغلب على الاخر تكتيكيا في المقابله دول باش تشوف المقابله. اذا كان الاهلي يعني يسجل ولا الترجي يسجل الرجوع يعني باش يكون صعيب على الفرق. صحيح، استغل وجودك معايا واسالك عن قرار المحكمه الرياضيه بتغريم النجم الساحلي التونسي مليون و400 الف دولار طبعا على خلفيه انتقال كوليبالي، وازاي بتشوف الوضع المالي لنادي النجم الساحلي؟ الوضع المالي في النجم الساحلي صعيب برشا يعني، حتى الديون نص حتى احنا في العقود التونسيه نص حتى ال 40 مليار تقريبا 50 مليار يعني عند الرئيس الجمعيه يعني. المداخيل صعيبه في البريود هذه يعني في الفتره هذه مع الكورونا مع مثلا الجماهير. الفرق التونسيه تعاني برشا من خاطر ما عندهاش الاستثمار في الكوره، ما زلنا ما عندناش الاستثمار، ما عندناش الحق الجمعيه تستثمر في الكوره في تونس على اساس انه تو الجمعيات في تونس كل مبنيه على رؤساء الجمعيات. احنا عندنا حمدي المدب يعني هو اللي قايم بالواجب هذايا، هو اللي قاعد يصرف وقاعد يحسن برشا من الترجي، لكن من الخاص نتاعو النادي النجم الساحلي عمل غلطه كبيره انه خذا لاعب يعني ما كانش كان في اشكال مع فريقه ويتحمل مسؤوليه. هو ظهر لي باع اللاعب هذايا النادي صحيح النجم الساحلي واستنفع بالاموال يعني جاته اموال، الاصل انه يرجع الاموال بتاع الاهلي والا يمشي للمحكمه العليا. صحيح. سامي العروسي نجم الكره التونسيه، نجم منتخب تونس طبعا والترجي سابقا، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسه.